السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الفراخ السوتيه او الخضار السوتيه، بس انا هعمله بقى بطريقتي، يا رب يعجبكم. الوقت معايا ديت صدور فراخ اتنين، ومعايا هنا ده جزر، وعليه اللي فوق ده بصل اسفه، فلفل حار وفلفل حلو بحيث يعني ما يكونش مشطشط قوي. معايا هنا ده البصل، معايا هنا ده الكوسة، ومعايا البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وبهارات مشكلة اللي هي دي، ومعايا هنا بابريكا وتوابل فراخ. يلا خليكم معايا نشوف هنعمل ايه. ومعايا عصير طماطم، عشان في ناس بتعملها بمكعبات الطماطم، انا هعملها بعصير الطماطم افضل شوية. دلوقتي معانا هنزل، يعني حلاوة الأكلة دي ان كله ني في ني، وهننزل على الحاجة كلها ايه. هننزل دلوقتي على الصدور كده بالخضار اللي عندنا، ده كده البصل، يعني هننزل كله على بعضه ونتبله بالشكل ده، ودي الكوسة. طبعا انا عاملة كمية عشان تكفي. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كلها بالشكل ده، ومعايا الملح. طبعا هي اكلة بسيطة جدا، يعني مش محتاجة اي حاجة، ومدخلين فيها كل الخضار، واللي يقدر يحط خضار بزيادة طبعا بالشكل ده. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حط بسلة، بس اللي دي كانت عندي في الفريزر، يعني عادي لو متوفرة عندك في الفريزر او طازة عادي. وهنا ده الشبت والكزبرة، ارفع ايديك هنا لو سمحتي. ايوه كده. هنبتدي بقى ان احنا نقلب كل الخضار اللي معانا بالشكل ده. طبعا صدور الفراخ ممكن تعملوها ان هي تخلوها من العظم، او تسيبوها بالعظم وتقطعوها عادي، يعني مش مشكلة. طبعا هنقلبها كلها بالشكل ده. طبعا بالشكل ده انا قلبت الصدور كلها مع الخضار. طبعا تقدروا تزودوا اي خضار انتوا عايزينه، واللي مش بيحب حاجة ممكن يشيلها. انا حطيت جزر، ومعايا هنا كوسة، ومعايا فلفل حار وحلو، ومعايا بصل بالشكل ده. طبعا انا معايا البطاطس كالعادة، ناسي حاجة يعني هجيبها واحطها كده. حطيت البطاطس. طبعا يعني انا عارفة ان انا كل شوية بنسى حاجة. طبعا في الاكل بالذات ما فيش حد بيلتزم بالقوانين، يعني ايه يعني اللي هو احنا مش ضروري نمشي على الوصفة بالظبط، لازم لو حد حابب يزود حاجة، لو حد حابب يشيل حاجة مش بيحبها، يعني مش هنفرض على الناس ياكلوا الحاجة اللي احنا بنحبها بالشكل ده. هننزل بقى في البراند بتاعنا طبعا بالشكل ده، حطيناه في البريل. يعني هبتدي بقى ان انا اغلفه بالفويل اللي عندي. لحظة بس، بالشكل ده. طبعا كده انا غلفتهم بورق الفويل، هندخلهم الفرن بقى، يعني هياخدوا ما بين تلت ساعة ونص ساعة كده بالكتير. وراه لكم على التقديم بإذن الله. وده الشكل في النهاية حبايب قلبي، يا رب يكون عند حسن ظنكم. يا ريت ما تنسونيش بلايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة يبقى سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا لي رأيكم في كومنت. شكرا جدا ليكم، باي.